صباح الخير ريم، أهلا وسهلا فيك أخصائية تغذية معنا. يعني بداية أسبوع دايما بأولى فقراتنا منبلش بصحتنا وصحة المشاهدين، وقديش مهم أنه نحافظ عليها، وخاصة هلأ نحن بمواسم يمكن الشوب وضربة الشمس. قديش مهم نعرف شو عم ناكل وشو هن المأكولات اللي بتسبب أمراض مثل مرض السرطان؟ ريم بونجور. اليوم مع كثير هلا على السوشيال ميديا عم ينحكى عن الارتفيشال سويتنر وقدين بيسببوا مرض السرطان، فاليوم حبينا نشدد على هذا الموضوع. بالبدايه منظمه الصحه العالميه هي بتصنف ثلاث جروبات اكل او مواد ان جنرال، بتقول انه هن هول المواد اللي بتزيد من خطر الاصابه بمرض السرطان. عندهم ثلاث تصنيفات. اول تصنيف اللي هو الجروب 1 اللي هو اكدوا فيه انه على الاكيد بيعمل بسبب مرض السرطان. كمان على الجروب 2A اللي هو بنقول لهم احنا probable carcinogenic، دونك في على الارجح ممكن يزيد من خطر الاصابه بمرض السرطان. والجروب 2B اللي هو possible carcinogenic، يعني معقول انه يسبب لنا بمرض السرطان. تقسيمهم هن ريم كيف قسمون او صنفون هيك؟ يعني تحت اي اختبارات تمت بالمختبرات، او ما بعرف يمكن بتعرفي بجربون على انواع معينه من الحيوانات، كيف تصنفوا هيك؟ بتصنف هالماده اذا هي بتسبب مرض السرطان او بتزيد الريسك حسب قد ايه في عندنا ساينس بيست ايفيدنس، قد ايه في نحن عندنا ستاديز. كل ما كان في عندنا ستاديز قويه انعملت على انسان، كل ما كان في عندنا دونك نحن بروف اكثر انه هيدا الشيء بيزيد الريسك. دونك في الستاديز بيكونوا كمان على فئران اللي هو اكثر شيء قريب لجسمه لجسم الانسان خلايا صح، وكمان في الستاديز اللي بتنعمل على الانسان. هلا بالبدايه بالجروب 1 نحن حنجرب نشوف شو اكثر شيء نحن بناكل during the day معقوله يزيد لنا من هيدا الريسك. بالجروب 1 عندهم صنفوا اكيد التدخين هو من الاشياء اللي بتزيد من الاصابه بالكانسر. التدخين الدخان الثمنه لا سموكينج. سموكينج ما عم بسمعك سوري. اوكي سموكينج دونك التدخين من الاكثر الاشياء اللي بتزيد الريسك، دونك هو بالجروب 1. بتعرفي ليه سالتك هذا السؤال؟ لانه كمان كثير نحن نسال انه هل التسخين في الميكروويف او هول الافران الكهربائيه ممكن تعرض الطعام لنوع معين من التغيرات، ونحن اذا اكلناها كمان جسمنا بيتفاعل معه؟ هلا الميكروويف هو لا سيف ان برينسيب، ما بيزيد الريسك. دونك التدخين بينت انه بيزيد الريسك اكثر من 20% اكثر كومبيرينج لشخص ما بيدخن. اكيد الريسك هون بيكون اكثر شيء عندنا مرض سرطان بالرئه، دونك هو هون نحن بنحذر من التدخين اكيد. بالجروب 1 كمان في عندنا البروسيس ميت، يعني اللحوم المصنعه هي من اكثر الاشياء اللي بتزيد لنا الريسك للكانسر. دونك وهون حذرت منظمه الصحه العالميه انه ما لازم نكون كثير عم نلتجئ. مثل شو اللحوم المصنعه؟ مثل البيكن، السلامي، الهوت دوغ، دونك هول بيزيدوا الريسك. كل الاشياء المعلبه يمكن منضاف لها قصص لتقدر تحفظ حالها بالتخزين، اللي هي اكثر شيء اللحوم المصنعه. دونك لانه فيهم مواد بنقول لهم نترات ونتريت، وكل ما كان هيدا هن اللي بيعطوا اللون الزهري لهاللحمه. دونك كل ما كان عندنا لون اقوى كل ما كان عندنا هالمواد اكثر، وفي كثير دراسات اثبتت على هذا الموضوع. منظمه الصحه العالميه بتقول نحن انه كل 50 جرام من اللحوم المصنعه يوميا يعني بتزيد الريسك للكولوركتال كانسر ب 18%. نسبه عاليه جدا، نسبه كثير عاليه. دونك الافضل هون نروح نحن لمره بالاسبوع من وقت للتاني، مش غلط اكيد. هلا بالجروب 2A اللي هو بروبابل دونك يعمل كانسر، عندنا اكيد الالكول
دونك يوجولي نحن بننصح انه نشرب للمراه كاس الكول بالنهار وللرجل كاسين ماكسيموم بالنهار. كل شيء نحن عم نشرب اكثر دونك نحن عم نزيد الريسك اوف كانسر. هلا جسمنا كيف بيتفاعل؟ يوجولي هن هالمواد كلها سوا بتغير بشكل الدي ان اي تبع الخلايا تبعنا. هلا هو قادر جسمنا يتفاعل لحاله ويظبط حاله، يعني اذا فوتنا كيس كيسين منه مشكل، بس اذا فوتنا كثير الكل على جسمنا ببطل يقدر جسمنا يحارب هالمواد. بالجروب كمان دو أ موجود اللحم الحمراء الريد ميت، هي بتزيد من الريسك للكولوركتال كانسر للبروستات وللبانكرياس. دونك كثير مهم انه ننتبه للحم الحمراء. في ايام معينه لازم نحن ناكل بالاسبوع اللحوم، ان كان اللحم الحمراء ولا اللحم البيضاء؟ هلا يوجوالي منظمه الصحه العالميه كمان اوصت انه ما ناكل اكثر من 500 جرام كوكت ريد ميت، يعني لحمه حمراء مطبوخه بالجمعه، فيها ال 500 جرام تتقسم على مدار الجمعه، وفيها تتاكل تقريبا كل يوم حوالي 60 70 جرام، دونك هون بيرجع للشخص. لكن كثير مهم ننتبه للحمه الحمراء بالتحديد. نحن كل ماكولاتنا اللبنانيه كطبيخ يعني بيكون موجود بقلبها اللحمه الحمراء. صح، هلا يوجوالي بالطبخ ميرفات يوجوالي نحن بنحط كونتيتي قليله من اللحمه الحمراء، بس اذا الشخص كثير بياكل ستيك دونك هون وجب عليه انه ينتبه انه ما يروح كثير لاكثر من مرتين بالجمعه. هلا كمان لانه نحن هلا موسم صيفيه كثير بنعمل باربيكيو، سو بدنا ننتبه انه خلال الشوي على الباربيكيو في عندنا مواد بتطلع اللي هي عندنا ميتين كمان بتزيد الريسك اوف كانسر، اللي هي الامين اتروسيكليك والهيدروكربور بوليسيكليك. هول المادتين من وين بيطلعوا؟ اول ماده بتطلع من جراء الحراره الكثير عاليه مع المصل تبع اللحمه الكرياتين، سو بتطلع هذه المواد. ثاني ماده بتطلع من وراء الدهن اللي بقلب اللحمه اللي بيعطينا هالجوس وقت تكون هي عم تستوي، سو بيطلع الهيدروكربور بوليسيكليك. هذا التفاعل يعني مع تفاعل هلا وبالدخان كمان اللي بيطلع نحن وعم نعمل هالباربيكيو هالدخان بيطلع هيدي الهيدروكربور بوليسيكليك. دونك هون شو لازم نعمل؟ بنوقف باربيكيو؟ لا، بس اللي لازم نعمله انه نغير شوي بكم شغله تنكون عم نخفف من هالمواد. كيف بنقدر نغير؟ لكن كل ما نحن شوينا على مدة أطول كل ما هالمواد طلعت أكثر، فهون فيها تكون هالكات تبع اللحمة تكون أصغر، دونك هيدي من الأساليب اللي بنعملها. ننقع اللحمة بحامض بفينيجر، ننقعهم بالروزماري بكليل الجبل لأنه هو أنتي أوكسيدان سو بيمنع هالمواد هيدي. كمان اللي فينا نعمله إنه نلتجئ للحم الأقل دهن لأنه الهيدروكربور بوليسيكليك بتطلع من وراء الدهن ومن وراء الدخان. دونك اذا نحن التجأنا للسفينه الدجاج للسمك كنا عم نشويهم بيكون نحن عم ناخذ بهالمواد اقل كمان. عم نقلل الريسك. صح، عم نقلل الريسك. وهون كمان اذا نحن شوينا على الغاز احلى ما نكون عم نشوي على الباربيكيو على الفحم لانه الحراره اكيد هي بتكون اوطى. هولي بالجروب 2A. وكمان هون بالجروب 2A اللي هو بروبابل يعمل كانسر اللي هي المشروبات السخنه. نحن دائما بننصح انه نشرب سخن لانه منيح على صحتنا. نعم، بس انواع شاي انواع زهورات وهيك. بس اذا كانت كثير كثير سخنه برهنت الدراسات انه بتزيد الريسك للاوزوفاج كانسر الاوزوفاج لانه بتضايق صحه. هاي خبريه معلومه جديده شوي. فكمان يعني ما يكون هذا الاحساس لانه حرقنا هون شوي، نجرب انه شوي يكون على فاتر اكثر السخن اللي عم ناخذه. اوكي. نحن في موضوع بدنا يمكن نضوي عليه اكثر بهيدا العنوان الكبير، المواد الملونه والاشياء مثل الحلويات اللي بيتناولوها اطفالنا. نحن بنشوف الولد بيروح على السوبر ماركت او بده يجيب اشياء طيبه ياكلها، وخاصه هلا بالصيفيه الاولاد ما عندهم مدرسه بدهم يتسلوا بقصص بيسافروا بيروحوا بيجربوا اشياء جديده. عم يتناولوا اخبار فيها كثير الوان مصنعه، كيف نحن بنقدر نضوي على هيدا الموضوع حتى الاهل يعملوا توعيه لهم
ولأطفالهم. أكيد هول المواد المصنعة كتير أكيد عم بتزيد الريسك. هلا نحن هون كوجبتنا كأهل إنه نحط ليميت لأولادنا، يعني نقول لهم مثلا مرة أو مرتين بالأسبوع كل شيء إن مودريشن مرفت فينا نكون عم نستهلكه. يعني حتى نحن عم نقول إنه هيدا بيزيد، هالمواد كلها بتزيد الريسك، بس مش عم نقول نحن نلغيها من حياتنا. يعني نحن بنشرب ألكول، بنعمل باربيكيو، بس إذا الشخص كل هو اللي عم يعملهم بنفس الوقت دونك هون عم يزيد الريسك على حاله. لكن هون على الأهل أنه ينتبهوا أكتر لأولادهم، يعودوهم من هنن وصغار على الأساس الناتشرال، بدل ما نروح للكانديز معبية ألوان وكلهم هولي ارتفيشل برودكتس، كون عم نروح أكتر للفروت ومن وقت للتاني ندخلهم بنظامنا الغذائي. هي العين بتستحلي، والولد بحب يجرب كل شيء جديد، وخاصة يعني للأسف نحن هلأ بعصر كل شيء بضرنا. نشتغل على الدعاية كتير لنجذب الشخص اللي بده يشتري هيدا المنتج. ذكرت من شوي أنه اللحوم المصنعة والمعلبة هي 100% بتسبب سرطان، وشفنا نحن من أسبوع تقريبا منظمة الصحة العالمية كمان أقرت أنه كل شيء أنواع دايت بيبسي، دايت كوك وغيرها كمان من المواد اللي بتسبب السرطان. هي بتحذر صح، وبتعمل دراسات وبتنزل على السوق هيدي الدراسة صح، ولكن هيدي منظمة صحة عالمية بتقدر تمنع إنتاج هيدي المنتجات. ليه ما بيروحوا على هيدي الطريق إنه نحن بنقدر نلغي الأمور اللي بتضرنا وبتضر صحتنا وصحة عائلتنا؟ هلا لأنه في شركات أكبر، هي يعني مثلاً التدخين السموكينج هو هو بالجروب 1، يعني هو أكد إنه بيعمل كانسر. بذات الوقت ما فيها هي تمنع، هي بتعطينا النصائح علينا نحن نحكي فيها. هلا ذكرت الارتفيشال سويتنر، هن بيجوا كنت بتقول عنهم، هن بيجوا بالجروب 2B 2B اللي هي possible carcinogenic، في احتمال انه يعملوا كانسر. ليه نزلوا منظمة الصحة العالمية هيدا الشيء؟ اعتمدت على اكثر من دراسة، منهم دراستين كثير مهمين. واحدة عملت على الفئران وبين انه اللي اخذوا هاي كوانتيتي من الاسبرتام وعمل برين كانسر، دون كانسر بالدماغ. في دراسة تانية كمان نعملت بفرنسا على أكثر من 100,000 شخص كانوا عم يستهلكوا كميات كتير كبيرة من الأسبرتام، أسيسولفام وغيرها والسكرالوز، وبين انه زاد الريسك اوف كانسر وبريست كانسر كمان. دونك من هون حذرت منظمه الصحه العالميه وقالت انه الارتفيشال سويتنر والاسبرتام معقول بوسيبل يعملوا لنا ريسك اوف كانسر. بس هول الاستاديز كمان كانوا عم ينعملوا او كل الاشخاص كانت عم تاخذ كميات كثير عاليه، مش يعني انه احنا عم نشجع ناخذهم، لانه هول موجودين بالدايت بالمشروبات الغازيه بالشوكولا بالكل شيء مكتوب عليه دايت او لايت او شوجر فري او نو ادد شوجر، بكونوا هول موجودين. الليلة نحن انه دائما ننتبه على الكوانتيتي اللي عم ناخذها. اذا نحن استحليناها مره بالاسبوع، حبينا هيك نشرب مشروبات غازيه دايت، اتس اوكي. بس الاشخاص اللي بيكونوا عم يشربوا كل يوم مدمنين على هذا النوع من المشروبات، بذات الوقت كانوا مثلا عم يعملوا كثير باربيكيو، يشوا كثير على الفحم، ويصير في كل المواد مع بعضها بتزيد الريسك اكثر. صح، دونك دائما نحن نضل عم ننتبه شو عم ناكل وشو عم نشرب، وهيك ان مودريشن اتس اوكي. هلا كمان الارتفيشال سويتنر ميرفات، الاف دي اي هي اعلنت انه هن سيف للمرأة الحامل، بمعنى انه اذا اخذت اسبرتام المرأة الحامل او سكرالوز ما بيصير في عندنا تشابهات عند الجنين. بس دائما بعالم النوتريشن في بس هلا كمان في ستادي نزلت انه نعملت على الفئران، لانه ان اثيكال انه نكون نحن عم نعمل ستاديز على المراه الحامل. بينت انه يعني النيو بورنز الجنين بيطلع عنده نسبه عاليه من الدهون، وبيكون عندنا هو ريسك عنده اكثر، يصير عنده سمنه بالمستقبل، وكمان البكتيريا الجيده بمعدته عم تتغير، عم تبطل منيحه. دونك مزبوط ما بيصير في عنده تشابهات، بس
في عنا مشاكل تانية أمبارال. يعني كل شيء نحن مثل ما بيقولوا زايد خي الناقص. بدي أتشكرك ريم على هذه المعلومات، شكرا لك ونشوفك إن شاء الله الأسبوع المقبل.